في إطار الزيارات الرسمية للعتبة العباسية المقدسة، قام وزير الشباب والرياضة العراقي رافقه محافظ كربلاء بزيارة لعدد من مشاريع العتبة المقدسة، والتقى بأمينها العام وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، وعقد مذكرة تفاهم واتفاقات مستقبلية على تعزيز التعاون والمضي به لخدمة الوزارة من خلال مستشفى الكفيل التخصصي ومركز الكفيل للإعلان والتسويق. طبعا أنا أشكر الأخوان سماحة السيد وكل الأخوان في العتبة العباسية على هذا الجهد الكبير اللي قاموا به، وهذه الخدمات الكبيرة اللي تقدم للأخوة المواطنين. أتمنى أنه ما تكون فقط هذه المستشفى، أتمنى تكون كل مستشفياتنا بنفس المستوى، ونأدي خدمة صحية إلى شعبنا بالشكل اللي يليق بهذا البلد العريق والعظيم. زار العتبة العباسية المقدسة هذا اليوم معالي وزير الشباب الأستاذ عدنان درجال، ومن خلال جولتي في مواقع الخارجية أيضا زار مستشفى الكفيل وزار مركز الكفيل للطباعة الرقمية. أشاد كثيرا بإنجازات العتبة العباسية المقدسة بشكل عام، وأيضا بمستوى الأداء في مستشفى الكفيل ومستوى الأداء في مركز الطباعة الرقمية، وكذلك طلع شفوي من خلال الشرح على مشاريع العتبة مثل دار الكفيل للطباعة والنشر، وعلى رؤية العتبة المقدسة بالنسبة إلى الشباب أنهم شباب يعني مستقبل البلد وشريحة مهمة، كذلك تركيز العتبة على يعني التعاون مع وزارة الشباب في مجالات النشاطات الشبابية. جولة ميدانية لمشاريع العتبة المقدسة منها مركز الكفيل للإعلان والتسويق، حيث تم الاتفاق على الالتزام برفض وتزويد الملاعب العراقية بالإعلانات، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فضلا عن زيارة لمستشفى الكفيل التخصصي حيث عقدت مذكرة تفاهم شملت عدة محاور منها التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الطب الرياضي وتدريب الملاكات الطبية والصحية وإيجاد آليات التأمين الصحي للرياضيين والرواد وموظفي الوزارة. هذه الزيارة في غاية الأهمية، إن مرة على مستوى وزارة الشباب والرياضة ومرة على مستوى محافظة كربلاء نفسها. حقيقة احنا مستشفى الكفيل تركيبتها الداخلية مهيئة جدا لتقديم خدمات عالية المستوى، ومن ضمن هذه الخدمات هو الطب الرياضي والأمور المتعلقة به من باب جراحات للإصابات التي تحدث بالرياضة، وأيضا على مستوى العلاج الطبيعي لهذه الحالات، وهذه متوفرة بكفاءة في مستشفى الكفيل وعلى أيدي ملاكات عراقية مع توفر البنى التحتية وخاصة الأجهزة المتطورة لذلك. لطالما كانت العتبة العباسية المقدسة مشاريعها الرائدة نموذجا يحتذى به في البلاد، مما جعلها محط أنظار الجميع لا سيما المؤسسات الحكومية، لذا تجدهم يتسارعون للتعاقد معها لكونها عملت منذ البداية على الاهتمام بالجودة وكسب رضا وثقة الجميع.